اهم قاعدتين في البيزك كاونتنج برينسيبلز، الاولى اسمها الاديشن برينسيبل، والتانية اسمها المالتيبليكيشن برينسيبل. لو عندنا تو سيتس A و B وبدور على اليونيون بين التو سيتس، يعني مجموع الحدود اللي في الA او في البي، او يعني سواء هنا او هنا في الرسم، عندنا تو سيتس مش لازم يكون اسمهم A و B، اسمهم S و G واعتبار الاسماء. في عندنا S مثلا فيها 35 عنصر، البي فيها 60 عنصر، هل اقول 35 زائد 60؟ لا طبعا، لان في جزء مشترك بينهم معدود هنا وهنا. فلو بدور على اليونيون بين الاي والبي، اجمع اللي موجود في الاي زائد اللي موجود في البي، واطرح الجزء المشترك اللي هو الانترسكشن بين الاي والبي اللي اتجمع مرتين. المنطقه دي هي الاليمنتس اللي موجوده في الاس ومش موجوده في الجي. المنطقه دي اللي موجودة في الجي مش موجودة في الاس، والجزء المشترك ده اللي موجود في التو سيتس. اللي بره ده بقيت اليونيفرسال، يعني اللي مش موجود في الاس انترسكت اللي مش موجود في الجي. تعالوا ناخد مثال بالارقام. هو هنا ان اس بيساوي كام؟ بيساوي كل الحدود اللي موجودة او الاليمنتس اللي موجودة في الاس، اللي هو 15 زائد 20 بيساوي 35. طبعا هنحل مسائل كتير على موضوع طبعا موضع اختبار جدا. الان للجي 40 زائد 20، لاحظوا ان ال 20 اتجمعت مرتين ف60. طب عدد الحدود اللي موجود في الاي يونيون اللي موجود في الاس يونيون الجي. تعالوا بقى نحسب كده. احنا لو عدينا من الرسم هتلاقي ان هو 15 زائد 20 زائد 40، بس احنا ممكن الرسم مش قدامنا، مديك ال ان اس ومديك ال ان جي ومديك عدد الاليمنتس في التقاطع اللي هو ده الانترسكشن. اقول ايه؟ اقول ان اس اللي هو 35 زائد عدد العناصر اللي موجوده في الجي اللي هو 60 ناقص عدد العناصر المشترك بينهم اللي هو 20. لو جمعنا دول هنلاقيهم 95 ناقص 20 75. طب هل هما 75؟ 15 زائد 20 35 75. يبقى القاعدة دي قاعدة مهمة هنتعامل معاها كتير بعد شوية في المسائل. القاعدة الثانية، طبعا استكمال للقاعدة دي، لو كان عندنا 3 sets وفي بينهم intersection زي كده، بين A و B في intersection، بين A و C في جزء مشترك، بين بي وسي في جزء مشترك، وفي جزء بين التلاتة مشترك. طب لو عايز اعرف عدد الحدود اللي موجودة في اي عنصر في الثلاثة، يعني A يونيون B يونيون C، نفس القاعدة ازودها شوية، اعد التلاتة وده هيكون في الغالب عندي، ناقص اشتراك ال A وال B واشتراك ال A وال C واشتراك ال B وال C، اطرحهم كلهم. وانا بطرح التلاتة دول هطرح الجزء ده تماما، فارجع ازوده اللي هو الانترسكشن بين الاي والبي والسي. نادرا بتيجي مسألة عليها، ولكن تطبيق القاعدة مباشر. القاعدة الثانية المهمة طبعا ده استكمال القاعدة دي، اللي هي قاعدة الاديشن برنسب، المالتيبليكيشن برنسب، نعد عدد الخيارات اللي عندنا. لو عندنا تو اوبريشنز او 1 اوبريشن 1 اوبريشن 2 ار بيرفورمد ان اوردر، يعني مثلا عندك كلمة سر او نقول عدد من الحروف هتعمل منهم كود A B C، عندك 26 حرف مثلا يعني، فهتختار 3 حروف. أول مرة أقدر أختار حرف من ال 26، تاني مرة أقدر أختار حرف من ال 26، تالت مرة أقدر أختار حرف من ال 26، يبقى أضرب 26 في 26 في 26. لكن لو مش مسموح لك إن أنت تكرر حرف، هيبقى أول مرة 26، الخيار الثاني يكون 25 بس لأن خدت حرف، الخيار الثالث أو الحرف الثالث 24 بس، وهكذا. فلو عندنا عدد operations are performed in order with N1 possible outcomes من الـ first operation O1 و N2 من الـ second operation من
second operation 2، ساعتها يكون عندك n واحد ضرب n اتنين choices possible combined outcomes of the first operation مضروب في الثاني. ممكن الثاني نفس عدد الاولاني او ممكن يقل واحد، هنشوف في مسائل كتير. ولو كان عندنا operations كتير من واحد لغاية n اضربهم كلهم في بعض. هنفصل الموضوع ده في مسائل كتير، لان ممكن يقول لك والله انا مش عايز الحرف اللي خدته او الرقم اللي خدته يتكرر، او عادي يتكرر، او يكون الحرفين المتجاورين مش متكررين. القاعدة دي محتاجة يعني تمارين كتيرة، هنشوفها في الفيديوهات القادمة.